كما أخبرتكم في سؤال سابق أن عمي توفي في حادث سيارة وترك زوجة وأولاد. الزوجة بقي لها شيء من الإرث وبقي لها مؤخر السداد، قبلت ب3000 دينار بينما المقرر 4000 دينار، وتنازلت عن جميع حقوقها. هل نكون والحال ما ذكر قد برئت ذمتنا؟ جزاكم الله خيرا. هذا يرجع إلى حالة المرأة، إذا كانت عاقلة رشيدة وتصالحت معكم على مبلغ من المال وسمحت عن الباقي، فالصلح جائز بين المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت هذه المرأة ليست رشيدة، قاصرة النظر وليست رشيدة في مالها، فهذا الصلح غير صحيح. نعم.